في تنفيذ الخطأ ولاعب يطالع يناظر الشباك، فهل تكون نظرة فلقاء فابتسامة؟ هنا تسديدة، الله، نعم، نظرة ولقاء وابتسامة وفرحة، ما تمينا الكلام، ما أكملنا الحديث إلا وأكمل لنا المقولة وأكمل لنا الجملة. ياسين الويلي يدون الهدف الأول لإف سي نوح، هدف أول يأتي بصورة رائعة 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 رائعة، ما أجملها الكرة الماضية، نظرة ولقاء مع الشباك، بل لقاء مع الفرحة الأولى لإف سي نوح عن طريق الجميل والرائع ياسين الويلي. قلنا أيها الكرام أيها الأحباب، في مثل هذه المباريات الكرات الثابتة بمثابة الفرص الحقيقية التي يجب استغلالها، وكأنه يسمع حديثنا ياسين الولي، كأنه يسمع حديثنا تماما ورده، وما أجمل من رد.